بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدءا أتقدم إلى سيدي ومولاي الإمام المهدي الحجة بن الحسن، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل طلاب العلم بالأخص من نحتفي بتكريمهن في هذا المشهد الشريف، في هذا المقام، في هذا اليوم، في هذه اللحظات الاستثنائية، والمكان الذي يعبر عن الارتباط والولائي لأمير المؤمنين وأولاده الصالحين المجاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على جميع طلاب العلم، وبالأخص بناتنا اللائي يتخرجن في هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهن أن يكون جهادهن وجهودهن العلمية لا تنقطع، بل تنمو وتزداد وتتحول إلى عطاء مؤثر في الواقع الاجتماعي المتعطش لمعرفة الدين وللتمثل بفضائله وللتخلص والتجنب من الرذائل التي تعرفونها في واقعنا الاجتماعي التي لا حل لها إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتمسك بالثقلين. بعد هذه المقدمة، إذا تسمحون أن نتحدث عن الزهراء صلوات الله عليها، وشيء مما نتعلمه على موائدها. بسم الله الرحمن الرحيم. في الرواية عن زينب ابنة علي بن أبي طالب، لما بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على منعها حقها من فدك، لاثت خمارها واشتملت بجلبابها وأقبلت. أنتم تصورون المشهد إن شاء الله، خلي بالكم بالمشهد مؤثر جدا. وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تجر أدراعها، يعني التي تتحجب بهن حجابها، تجر أدراعها وتطأ ذيولها، لا تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة إكراما واحتراما لها، فجلست ثم أنت أن أجهش لها القوم بالبكاء والنحيب، فارتج المجلس من شدة البكاء، ثم أمهلت هنيئة، هي الزهراء سكنت حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم وسكنت روعتهم، افتتحت الكلام بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله في كلام طويل من الثناء والتحميد، فعاد القوم في بكائهم. رجع البكاء، غمر المجلس من جديد. لاحظوا ولاء الرسول صلى الله عليه وآله كيف يأخذ بمجامع القلوب. فعاد القوم في بكائهم. ماذا قالت أيها الراوي؟ لم يذكر ذلك، سأما من الحوراء زينب اختصرت، أو من روى عنها هو اختصر الأمر، لأن هذا الكلام العظيم الذي قالته لأول وهلة، الله أعلم كم هو كلام عظيم، فاتنا ذلك. وإحنا مع كل شاغل وفراغ نتذكر صاحب الأمر، بظهوره إن شاء الله تظهر كنوز العلم، إن شاء الله أصير بمتناول
أيدي شيعته وأتباعه. فلما أمسكوا عاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها، فقالت عليها السلام، شرعت بالخطبة المعروفة الفدكية الكبرى في الظاهر المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم النعم ابتداها، وسبوغ آلاء أزداها، وتمام ملل والاها. تلاحظون الزهراء هي أدها مصاب عظيم، المسلمون يبكون يبكون، وقد غمر البكاء ذلك المجلس إلى حد بحيث قطعوا عليها كلامها، وهي في مصيبة وهي في مظلمة وهي جاءت تطالب بمظلمتها. لكن شوفوا هذه الشخصية، الشكر لله هو الحاضر الأول عندها، وهذا يبين لنا احنا في بعض الأحيان من نمر بضائقة بصعوبة، شلون ننسى النعم. هو هذا واحدة درس من بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، درس فاطمي. إنسان بعض الأحيان يمر بمحنة ينسى ما عنده من نعم، يشغله ما افتقد من النعم، يصير هذا هو شغل الشاغل. يعني هو مركب نظرته على ماذا؟ على الأسود، ما يشوف الأبيض. هذا أمر خطير وضار جدا، مو فقط بآخرة الإنسان، حتى بحياته ينغص عليه حياته، أصلا حياته تصير منغص، لأنه دائما وين متفاعل مع أي جانب؟ الجانب السلبي. أما لاحظوا هذا درس جانبي، هو جاءنا ضمنا. المهم الكلام طويل، والخطبة أصلا تحتاج إلى موسوعة حتى الإنسان يؤدي حقها، ولا يؤدي حقها مهما فعل، لأن كلام من؟ كلام الزهراء. لكن أركز على مقطع منها يرتبط بجانب حفظ الدين وإبلاغ الدين وتحمل المسؤولية الدينية في نشر الدين، الذي هو مرتبط بشأننا نحن طلاب العلم. هذا هو أمر أساسي. نأخذ هذا الزاد، احنا شوفوا، احنا تدرون لعله من الروايات عندنا، من المستحبات الحسنة الرائقة يعني المؤثرة في ذكرى الزهراء، أنه على حب الزهراء يطعم الطعام، تقدم الهدايا، الناس يفرح ويسر بعضهم بعضا، أدناها موعد في القيامة، أنه من أكرمكم على حب فاطمة، من أطعمكم لقمة، من سقاكم شربة ماء. بالكم هذين الأمور لا تخفى عليكم، أنا الحمد لله جالس بين يدي أهل العلم، هم يعرفون بالحر تكفيه الإشارة. زاد الزهراء، فالزاد هنيء، مو فقط دنيا، آخر همان. احنا نريد ناخذ من زادها العلمي، من زادها المعنوي، من زادها المعرفي في مثل هذا اليوم، وهذه هي تكون القضية لها أثر بالغ في تنوير القلوب وأيضا تنوير العقول. الإنسان يدرك حقائق قد ما يقدر يدركها لولا هذا. ماذا قالت في هذا المقطع بحسب هذه الرواية؟ وأنتم عباد الله، نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، أنتم مؤتمنون على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم حولكم، أنتم مؤتمنين، أنتم كمجتمع مؤتمنون على أنفسكم، وأنتم أيضا مسؤولون عن إبلاغ هذه الحقائق لمن هو سواكم، الأمم حولكم. يعني القضية عالمية، مو قضية مرتبطة بأمة معينة. زعيم حق له فيكم، وعهد قدمه إليكم، وبقية استخلفها عليكم. هاي ربما من تقول زعيم هي تشير إلما إلى رسول الله، فنعم الزعيم محمد صلى الله عليه وآله. بعد عهد قدمه إليكم، العهد بعد واضح، احنا عندنا أنه عهد الله القرآن، واحد يوم يقرأ منا بالكم رواية قراءة القرآن يومي 50 آية وكذا، أن ينظر في عهد الله إليه،
وبقية استخلفها عليكم. حددت لنا أصلا المصادر الأساسية في المعرفة، القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، العتر. خلص هذه البقية، العتر هم ماذا أصلا موقعهم؟ ماذا أنهم بقية رسول الله، امتداد لرسول الله، المحورية للنبي، وهؤلاء فروع عنه، امتداد له. ثم شرحت كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائد إلى الرضوان أتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، أو قائد إلى الرضوان اتباعه. هذا اللي محرك الكلام، ما محرك صح، لأن السجع المفروض تصير عين مضمومة، فيفترض أنه كيف تقرأ قائد إلى الرضوان اتباعه مو أتباعه. إذا قلنا قائد أتباعه، أتباعه مفعول به المن لقائد، بينما شو نقول قائد إلى الرضوان اتباعه، لأن هي صياغة الجمل الأخرى هي تدل على ذلك، السياق هو يشهد بذلك. قائد إلى الرضوان اتباعه، بعد مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة التي حذر منها، وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس، لاحظوا العلم، ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط أو من السخط أو السخط، وصلة الأرحام من سعة في العمر ومن مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، إلى آخر كلامها في بيان المعارف. هي خرجت لماذا؟ يا بنت رسول الله، أنت جئتي مظلومة تطالبين بحقك، لأن الرواية ماذا قالت؟ عندما بلغها أن فلان قد منعها فدك وغصب فدك منها وإلى آخره، صحيح؟ لكن الهم الأكبر عندها ما هو؟ هو بيان هذه حقائق الدين. هذا درس، درس ليس فقط لكل امرأة، بل هو لكل رجل إذا كان يعرف معالم الدين لازم يغتنم الفرص لأدائها، لإبلاغها، لتوضيح. هنا نقف عند نقطة شوي نسلط الضوء بدرجة أكبر في هذا المجال. شنو عرفت هؤلاء الناس اللي هم أصحاب النبي، اللي هم الجيل الأول الذي كان مع رسول الله وسمع حديثه ونزل فيهم القرآن وأخذوا كثيرا من المعارف؟ عرفتهم هذا التعريف، حملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم حولكم. زادنا الرئيسي اليوم، وقلنا عندنا اليوم زاد خاص هدية فاطمية، زادنا في هذه النقطة بالتحديد. وين؟ بقضية الأمانة، لأنه قضية الرسالة والمعالم الدينية والمعارف الدينية والعلوم الدينية أمانة. هذا هو تعريفها، أمانة، مو هي فرصة عمل، ولا هي تسلية وقت، ولا هي إضافة معلومات. تعريفها الأساسي أنها أمانة. هذا التعريف من أين أخذنا؟ من هذا الكلام العظيم لسيدة نساء العالمين المروي عنها. الأمانة قضية أساسية، تعرفوا في القرآن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أخذ لكم بعض الجهات التي ترتبط بهذا المفهوم كي نصل أن نعرف تكليفنا.
هذا يصير هدفنا. في الرواية المعتبرة السند عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. ما انتهى الحديث، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. هذه النقطة جوهرية، أداء الأمانة إذا هو بر طبيعي حق له وحقوق متبادلة، أما إذا هو فاجر، الفاجر يعني ماذا؟ إحنا عندنا فاسق، عندنا عاصي مذنب، عندنا فاسق، عندنا أشد من الفاسق شنو هو؟ الفجور. أصل الفاجر هو هذا أشد من الفسق، يعني مرتبة أعلى. هو يقول له أصلا هذا حتى الفاجر أنت تؤدي إلى الأمانة. إذا القضية في شأن الأمانة بمن مرتبطة؟ مرتبطة بالحق الاثنين المتبادل بين الطرفين، واحد مقابل واحد. لو لا، الأمانة من يرعاها هو الله. إذن موضوع الأمانة منه اللي هو يرعى؟ الذي الله عهد أنه بعث، ما بعث نبيا إلا بهذا. هذه أصل رسالة النبوات الإلهية. فإذن موقع الأمانة ماذا؟ منه اللي هو يأمر بها؟ منه هو اللي حاسب عليها؟ منه هو الذي يطالب بها؟ هو الله عز وجل. هذه نقطة جدا أساسية، هذه راح تغير كثير من المسارات. مثلا مرأة في بيتها زوجها سيء الخلق، يظلمها، يعتدي عليها، يخونها بالمعنى العرفي للخيانة، عنده علاقات فاجرة ويهملها ولا يحترم مشاعرها وإلى آخره. هذه المرأة، هذا هكذا زوج، شنو إلا حق عليها لو ما له حق عليها ما دامت هي بعدها زوجته؟ شنو الجواب؟ له حق أو لا؟ حتى النساء يقول له حق، مو صحيح؟ لأنه زوجته. زين، هي هنا يجوز أن تخون الأمانة؟ لو لا، هذا راح يصير امتحان بالنسبة لها، مثل ما قابيل صار امتحان لهابيل. لكن هابيل شنو موقفه وياه؟ أن يمسك نفسه، ما أنا بباسط يدي إليك. والإمام الكاظم مبتلى بمن؟ بهارون. فهو هارون يسجنه، والإمام الكاظم اللي هو سيد الخلق شو يصير؟ يكتب لأنه لن ينقضي عني بحسب الرواية المعروفة يوم من أيام البلاء إلا هو ينقضي عنك يوم من أيام الرخاء حتى نرد إلى يوم ليس له انقضاء. هناك إحنا حسابنا هناك يصير، لكن شنو هو؟ يؤدي الأمانة. الآن من أشد ما تبرر به المعاصي والذنوب ماذا؟ أن تلتمس لها مبررات واهية. وهذا التبرير للذنوب الواهي هو من أخطر الأمور على الإنسان. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن الإنسان يقول بغير حق فيضيف إلى ذنوبه ذنبا. هو لو كان يقر بالذنب كان أشرف إلى بكثير، أبعد عن غضب الله بكثير. أقل أن يعترف يقول أنا عندي ذنوب وأنا مقصر وأنا لا وما أبرئ نفسي وخلص انتهت القصة. أما من يبرر؟ والتبريرات أشكال. بعض الأحيان تبريرات بماذا ترتبط؟ أنه هو ما تعامل بشكل صحيح. تلاحظون إحنا شنو عندنا؟ إحنا عندنا امرأة فرعون كانت شنو؟ زوجها فرعون بعد هذا طاغي الأرض الأول. شنو صارت هذه؟ دخلت الجنة من أبوابها الرئيسية، صارت هي من سيدات أهل الجنة مع أن زوجها ماذا؟ فرعون. وعندنا بعض النساء زوجها نبي من أنبياء، بل بعضهن زوجها سيد الأنبياء، لكن شنو النتيجة؟ قاعد تعرفون مقصودي. إذن الموضوع شنو؟ الموضوع هي علاقة مع الله. هذه الأنفسنا قبل أن نريد نبينها للآخرين، إحنا الأنفس إحنا حتى نتمثل الحقائق جيدا. والقضية قضية الدين أيضا أمانة.
ما يصير احنا من نعاتب واحد من طلبة من اخواننا من اعزائنا، قوله ليش هيك تقول؟ يقول هو هذا الذي يقال عادة. شنو علاقة يقال؟ فإذا قال القائلون وأخطأوا عن عذر أو غير عذر، هل سيكون هذا عذرا لك أمام الله؟ قول هو هذا المتعارف، هو هذا راح يصير مبرر؟ لو لا، هو القضية بها أمانة، خصوصا مع معرفة أن الأمانة قلنا حتى لو كانت هي أمانة لفاجر تحفظ. احنا عندنا بعض النصوص لو ائتمنني قاتل الحسين، رواية عن زيد العابدين، على السيف الذي قتل به الحسين لأديته إليه، عن زين العابدين هذه الرواية، تعرفون زين العابدين البكاء على الحسين أديتها إليه. إذن الموضوع ماذا؟ ما مرتبط بالمؤتمن. نعم إذا كان المؤتمن عظيما الأمانة تعظم أكثر، كل ما يكون أعظم الأمانة تعظم أكثر. دين الله أمانة الله، فهو الأمانة من أصلها هي الله يرعاها، فإذا كانت أمانة الله سبحانه وتعالى تصير القضية بهذا الشكل. وكون الدين أمانة هذا أمر أساسي، هو لازم نتعامل معه، نعرف أنه إحنا عندما ندرس معالم الدين إحنا قاعد نتحمل الأمانة، نتحملها، فلازم نأخذها بدقة، نفهمها بإتقان، نعرفها بخصائصها. إذا خرجنا عن ذلك يعني ما عدينا الأمانة، وعندما نبلغها أيضا نبلغها أيضا بأمانة، نؤدي الأمانة إلى أهلها أيضا كذلك. هذا الأمر مو مجرد أفكار واقتراحات وكذا يقولها الإنسان. احنا عندنا في الرواية عن علي بن سويد، هذه الرواية المعروفة اللي هي تتضمن أنه الموعد كذا الفرج يوم الجمعة كذا على الجسر ببغداد، إذا بالكم الرواية المعروفة، أي رواية طويلة، يقول وأما يا ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. الخطورة عن الخائنين، يعني هناك خيانة صارت، هذا بعد ما مؤتمنين عليها، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. تلاحظون إذن الخائن بعد ما يمكن أنه الإنسان يعتمد ويأتمن على معرفة الدين. وفي رواية أخرى في رجال الكشي عن جميل بن دراج بسند محترم جدا، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بشر المخبتين بالجنة بريد ابن معاوية العجلي، أو بريد ابن معاوية العجلي وأبو بصير، أو هم بريد ابن معاوية العجلي وأبو بصير، ليث ابن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. شوفوا توصيفه، هذول تلامذة الإمام الباقر أمناء في القضية. شنو؟ مو بالدرجة الأعلى ولا باللسان الذلق ولا بالأسلوب الجميل في الكتابة، قضية الأساس بيها شنو هو؟ الأمانة. هاي الأمانة تكون محفوظة. بعد ثم ايش قال؟ لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. وأيضا في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام عن سليمان ابن خالد، يعني يبدو أن الصادق كان يشيد بهم مكررا، يقول ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلا زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي عليه السلام على حلال الله وحرامه. شوفوا أمناء أبي، صار أمناء الباق، هو علمهم ائتمنهم، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. شوف المقام شلون يصير عظيم، الإنسان من يتحمل الأمانة ويؤديها. احنا نادر جدا أن نجد أن الصادق عليه السلام
أو الباقر أو زين العابدين أو أحد من الأئمة أنه يمدح أحدا بفضائله مباشرة. هذا نشوفه وين النبي ويا أمير المؤمنين الحسن والحسين مثلا الدرجة العالية. أما الناس الآخرين عادة ما يمدحون، وإنما الثناء عليهم أغلب الأحيان شي يكون في ظهر الغيب. شوف هاي الثقافة، هاي عكس الثقافة المشوهة المعوجة في عصورنا، التملق أمامه وماذا والذكر بسوء خلفه، بينما هناك بالعكس هؤلاء يبدو أن الإمام في أكثر من مقام هو يشيد بهم، يبين فضلهم، يبين كرامتهم، يعبر عنه، وهذا تعريفه لهم هو جزء من محافظة على الدين وترويج الدين. ويبدو هم كانوا يواجهون مشاكل واعتداءات وعدوان وإساءات وحسد وإلى آخره من الأسباب. ففي الرواية عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه منه عن الصادق أنه ذم رجلا، منه الإمام الصادق ذم رجلا كان متأذي من شخص ما ذكر اسمه بس قال ذم رجلا، فقال إيش قال عنه الصادق؟ لا قدس الله روحه ولا قدس مثله. لا قدس مثله هاي عامة تبقى إلى يوم القيامة، كل واحد مثله لا قدس. شو مسوي هذا الرجل؟ شو مسوي؟ قال إنه ذكر أقواما كان أبي عليه السلام ائتمنهم على حلال الله وحرامه وكانوا عيبة علمه، وكذلك اليوم هم عندي مستودع سري وأصحاب أبي حقا، إذا أراد الله بأهل الأرض سوءا صرف بهم عنهم السوء، بهؤلاء يصرف السوء عن أهل الأرض، هم نجوم شيعتي أحياء وأمواتا، هم الذين أحيوا ذكر أبي، بهم يكشف الله كل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين يعني المبطلين شنو انتحالهم؟ ينتحلون يعني شنو؟ من أوضح مصادق الانتحال شنو هو؟ التمرجع، ينتحلوا مبطلين، ينتحلوا يدعون ما ليس لهم، انتحال المبطلين. ماذا بعد؟ وتأويل الغالين، ماكو ذول اللي بعضهم يلوي عنق النص، تقرأ الرواية تفهمها، يجي يحللها في الطريقة معينة حتى ماذا؟ حتى يسويها يسوي بها كأنما فد غلو معين باتجاهات معينة شايفيها وموجودة، ومع الأسف حتى بالشعر الحسيني بعض الأحيان موجودة، صحيح لو لا؟ شوف الموقف من أول، المدرسة هي قوية من أول أسسها راسخة. ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الغالين. ثم الصادق بعد أن ذكروا وبين فضلهم، شوفوا القضية شلون ما أخذ من مجامع قلوبهم، ثم بكى صادق، بكى لشدة ماذا؟ حزنه عليهم، أسفه عليهم، لعظمة مواقف هؤلاء، الله العالم، بكى الصادق عليه السلام. فقلت من هم؟ قال من عليهم صلوات الله وعليهم رحمته أحياء وأمواتا، بريد العجلي وأبو بصير وزرارة ومحمد بن مسلم. لكن القاعدة عامة مو خاصة بهؤلاء الأشخاص فقط، لأن هؤلاء من صاروا أمناء. يعني احنا على سبيل المثال عندما نجد احدا نعرف عنه الأمانة نثق به ثقة تامة، هو في الحوزة العلمية عشرات السنين يمر بتحديات وظروف وعروض هائلة خطيرة بها مصالح معينة من حكومات مختلفة ومتعاقبة وظلم الظالمين، ثم يتجسد مثلا بالسيد السيستاني دام ظله والناس تأتمنه تثق به، صحيح لو لا؟ هذا موجود لو ما موجود بين ظهرانينا مو نعمة عظيمة عندنا؟ زين هذا من يصير هذا الأمر موجود؟ بعض الناس يسيئون، ذولا ما ينطبق عليهم هذا الكلام؟ إذا ما ينطبق تماما ينطبق نسبيا، قد يكون مقام زرارة ومعرفته بأحكام الله الواقعية وكذا إلى مقام مثلا، بس بالنتيجة في الدرجة من الانطباق واضح أنه هذا موجود، هذا خطير، هذا من الأمور الخطيرة. من واجب المؤمنين أنهم ماذا؟ في مواجهة كل المسيئين إلى أهل الدين المؤتمنين أنه ماذا؟ يكون عندهم مواقف مناسبة
وموضحة للحقيقة للناس. هل إمام هل قد يهتم أن يركز هؤلاء ويبين مقامهم؟ ليه؟ لأن هؤلاء هم المصدر، هم الطريق، هم الطريق للوصول إلى حقائق الدين إلى آخره. الروايات كثيرة في هذا المجال، أنا أختصر عند هذا الحد. نأتي إلى الزهراء صلوات الله عليها. الزهراء صلوات الله عليها هي أبرز من تحمل الأمانة. أنتوا شفتوها بحسب هذه الرواية وهي جاية للمسجد تطالب بفدك، وفدك هم هي صحيح نحلة النبي صلى الله عليه وآله ومظلمة شخصية، لكن هي مظلمة عامة أيضا كما تعرفون. لكن مع ذلك هي كانت مصرة على أنه تبقى ما عرفته وما تحملته من معالم الدين أنه توصله حتى في هذه الفرصة، همات أيضا أبلغته. والزهراء صلوات الله عليها فجأة صارت في موقف صعب جدا، أن أمير المؤمنين ما ممكن أنه يواجه، أمير المؤمنين ما ممكن أن هو يبرز للقتال ويحفظ حق الحق الذي له، ولا ممكن أن يسكت وأن يسالم، لأنه إذا سالم هم أيضا يمكن أن تضيع الحقيقة وتضيع الأمانة، تضيع الأمانة. شنو صار؟ الزهراء صلوات الله عليها تحملت الأمانة. هاي القضية بها صعوبة، هاي القضية يقال أنه إن في الدار فاطمة، هناك من يقول من وراء الدار يقول وين؟ خلاص وين؟ هذا هو الموقف السياسي، أنه وين؟ ماكو فاطمة غير فاطمة، ما عندنا احنا. يجمع الحطب على دار فاطمة، وين؟ تبقى القضية مستمرة. يطرق الباب يراد اقتحام الدار، من اللي يصدق؟ الزهراء صلوات الله عليها. إلى أن يجري ما يجري من فجائع المصائب العظمى التي لا تطاق، أصلا إنسان ما يقدر يذكرها في هيك مشهد إلا أن يؤدي ولو شيئا من حقها، يحصل ما يحصل، تقع أرضا تجهض إلى آخره مما أصابها من عظيم المصاب، ضلع مكسور، صدر إلى آخره، ما جرى عليها من المصائب. ثم مع ذلك شنو بقت؟ تريد تحافظ على حياة أمير المؤمنين. هذا موقف غير طبيعي، تحاملت على كل جراحها. اللي يشوف أكو صعوبة شوية بالأمانة، أن يحفظ الأمانة، منين يتعلم؟ منين يأخذ الزاد؟ من هذه القدوة. احنا اليوم بعض الاحيان ربما انا اشرت بالعام الماضي الى هذا الامر، ولكن نحتاج ان نقوله يوميا. اكو بعض الامور الضروريه الملحه نحتاج يوميا عيدها، مو كل سنه نكررها. اليوم هناك تحدي يستهدف الاسره، يستفز المراه على الرجل. هذا ما يكفي ان الرجل وحده هو يقف في مواجهته، لأنه يرمى بأنه هذا يدعو إلى منطق ذكوري. تدرون بعد هذا الخطاب اللي هو موجود اليوم، من هو اللي أجدر بأن يحفظ الأمانة اليوم؟ هاي أخو ما بيها دم، هاي بيها ماذا؟ إرادة وصلابة وقوة وعزيمة وبلاغة في الدفاع عن الحقائق وبيان الحقائق وتطبيق عملي لها، تطبيق عملي، مو مجرد هم كلام وأقوال. ولا الأقوال سهلة، الأقوال سهلة تقال بسيط، مهم التطبيق العملي لها. بمن نقتدي؟ بسيدة النساء. باللحظة الحرجة كان عندها الموقف الصعب، وإذا الإنسان ما صار واضح عند الأمور، أنا أذكر هذه الرواية وأختم بها وإن كان شوية مقرحة للقلب. عندنا في الرواية أنه الساعة الأخيرة بين علي وفاطمة، هاي ساعة الوداع. لعندنا بعض الروايات هي يقول أنه ضمها إلى صدره بكيا طويلا، وضع رأسها على صدره الشريف وبكيا طويلا. في ضمن ما قيل في هذه اللحظة، ما قيل فاطميا، ماذا قالت الزهراء؟ هي خلينا نجي نقرأ ماذا قالت الزهراء. شنو هو الهم الأول والآخر عندها؟ يقللها أمير المؤمنين أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله،
فتقول جلس عند رأسها أخرج من كان في البيت ثم قالت، هي الزهراء قالت، تريد تأخذ التوقيع الأخير كأنما من أمير المؤمنين، يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني، حاشاك يا بنت رسول الله. فقال عليه السلام: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله. زين، هذا في الشيء واقعا مقلق، أنه الزهراء كانت تقدر تقول له يا ابن عم عهدتني صادقة أمينة، يقولها نعم صحيح، لكن الإنسان من واقعا يريد يأخذ شهادة، شلون يطرح الأمر؟ مو يطرح الأمر بالطريقة الإيجابية. من واحد مرة يريد يأخذ، شلون ما كان يريد يحل القضية، شو يقول؟ يقول خو أنا زين ما مقصر وياك بويا، من يحكي ويا أبوه، مرة أبو فلان خو أنا ما مقصر وياك، خاف مقصر أبريد الذمة، شلون هيك يصير الحكي؟ هذا طريقة، وأكو طريقة جادة بأعلى المستويات. شو تقول؟ يسأل عن الجانب السلبي، مو يسأل عن الجانب الإيجابي، يسأل عن الجانب السلبي. قاعد تفهمون هاي بلاغة القول. فتقول له يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني، بهذا الشكل. ومن أهم الأمور التي نحتاجها اليوم هو أن تعرف المرأة أنها عندما تزوج نفسها، وهذه ذمة وأمانة لازم توصل للمجتمع بكل شرائحه، أرجوكم، المرأة عندما تزوج نفسها يعني ماذا؟ يعني هي ارتبطت بالرجل، فصارت ماذا؟ صار يجب عليها أن تحفظ أمانته، كأمانة عندها، هي صارت أمينة للرجل على ماذا؟ على نفسها، لأن ارتبطت به. شوفوا احنا عندنا مفهوم العرف، هذا بعض الناس يجي يسئله ويتهمه ويسفه ويسخفه وكذا، واحنا مع الأسف بعض الأحيان ماكو إجابات مباشرة ودقيقة حتى تبين الأصول الفكرية والعقدية والفقهية لهذه المفاهيم العرفية. بعض المفاهيم العرفية لها أساس، لها جذور، هاي صارت عرضة صحيح؟ زين، صارت زوجته بعد محسوبة عليه. احنا من نجي نقرأ النصوص خل نقرأها بهذا المنطق، خل نفهمها، هو تفقه في الدين، هذا اعتبروه هذا درس فقه، هذا درس من دروس الفقه في الرواية المستفيضة أو المتواترة، هذا المضمون مستفيضة أو متواترة. أقرأ لكم رواية واحدة من روايات الكثيرة اللي أنتم مطلعين عليها. ما أفاد عن الرضا عليه السلام، ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته. شون حفظته؟ هو غايب عنها، شون تحفظه؟ تحفظه إليه؟ لا، هي الرواية تكمل تشرح، حفظته في ماذا؟ في نفسها وماله، مو حفظة أمواله اللي هو مأمن عنده، هي أهم من أمواله كلهم، حفظته في نفسها. بعد شوية أعمق القضية أكثر، ولو أؤذيكم بما تشهدون من معاصي لله، بس هو لازم نتأذى لمعاصي الله. احنا عندنا مو زنا العين النظر، خب بالكم أنه لكل جارح من الجوارح زنا، زنا السمع كذا وزنا ومن جمل العين إلها زناها شنو؟ النظر صحيح؟ زين، المرأة إذا وجدت نفسها في مرمى النظر الذي هو فيه هذه المرتبة من الزنا، هاي تكون قد حفظت أمانة زوجها. إذا وجدت نفسها أن كلامها وصوتها وحديثها ومراسلاتها ومجاملاتها في دائرة العمل وأمثال ذلك، بعض الأمور التي تجري في أجواء الاختلاط، إذا وجدت أن هذا سيكون فيه
بعض التأثير بشكل أو بآخر. هاي تكون قد حفظت أمانة زوجها لو لا، يعني ماذا؟ يعني لم تؤتمن، لم تؤتمن. بينما الأمانة هي إحدى أبرز وأعظم مقومات من الإنسان وطالب العلم، واللي يريد يتحمل العلم واللي يوصل للناس بعد بدرجة أكثر. والأمانة مو مجرد كلام، والأمانة فقط بالكلام، الأمانة في المواقف. إنسان هو يكون منصف دائما يراقب الله، هذا الشيء اللي هو احنا عندنا الأمانة في المجالس، صحيح؟ مو المجالس بالأمانة؟ تعرفون بعد تفريع المطلب كله بعد صار واضح عندكم، القاعدة بعد صارت واضحة تطبقوها. مجالس بالأمانة يعني قاعدين ونقيل كلام، شنو ينقل؟ شلون يصير؟ خلاف الأمانة، وين الأمانة؟ وين كلام الزهراء؟ وين كلام القرآن؟ كلام أهل البيت؟ مع أنه هذه مع الأسف ظاهرة موجودة. بعد الناصح مؤتمن، من واحد يستنصحوه يجاوب بحسب ما يروق له، لو بحسب مصلحة الآخر محضا. عندنا بعض الروايات أن من استشاره أخوه فلم يمحضه النصيحة، المحض يعني الخالص. شلون النفي المحض دارسي بالنحو أنتو؟ المحض خالص يعني ما بي استثناء، ما بي استدراك، صحيح لولا؟ المحض هذا من يصير محض يعني خالص تماما، من يصير خالص تماما يعني ماذا؟ يعني من يقدم للنصيحة نصيحة خالصة له تماما. وكل ما الإنسان هو يكون أمين أكثر، الأمانة هي تبين، تأثر، تخلي ثقة. وإحنا نسيج قوي في نظامنا الديني ما إلى أي نظير بالعالم، لكن هو مبني على الأمانة والثقة، ما مبني على حالة رسمية، ما مبني على جهة حكومية، ما مبني على تعريف نقابة، ما مبني على كل شيء، صحيح؟ كله مبني على ماذا؟ ثقة وأمانة. أهل الخبرة يعرفون المرجع على أساس ما هم مؤتمنون عليه، المرجع هم يبين الأحكام على هذا الأساس، مو الذي يقرب للناس ويتزلف للناس وكذا. والمؤمن هم يبين الأحكام على هذا الأساس، واللي هو يصير طالب علم ويتخرج. أنا اسمحوا لي ولو أتدخل شوية بشغلكم وشغل سماحة الشيخ، بس همات من بابل إن شاء الله النصيحة والأمانة، تعذروني. يريد يتخرج وعنده دارس أحكام شرعي، هو راح يتحمل مسؤولية بيانها، هذا خو بعده من أول الأمور لازم يتحمل مسؤولية بيانها، صحيح لولا؟ خلي يتأكد أنه هو دقيق في الإجابة عن الأسئلة، مو بس الإجابة عن أسئلة الامتحانات، إجابة عن أسئلة الناس، يوجد فاصل بين هذا وهذا. لأن بعض الأحيان الإنسان يجي السؤال هو ما يعرف شلون يجاوبه، يجاوب بلحاف جهة من الجهات يغفل عن جهة أخرى، صح لو مو صح؟ مجربين أنتوا لو لا؟ عندنا حل حتى تتأكدون، حتى من تتحملون المسؤولية، وهو هم يفيدكم بالنسبة لبناتنا الخريجات وغيرهم. عندنا حل أنه شو تسوون؟ يصير امتحان، اعتبروا امتحان ما بعد النهائي. شنو هو؟ نجي إلى الرسالة العملية، شو درسنا من عندها؟ باب كذا 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 كذا، قول يا حضر الأبواب، حافظيها زين، عارفين الأحكام، هذه رسالة السيد السيستاني، هذه فتاوى، هذه كل فاهميها زين. نجي المدرس أو المدرسة يجيبون استفتاءات من الموقع، ما يخلون إجاباته، بس يسألون عن الاستفتاء نفسه. هو الاستفتاءات بالموقع ما بيها استنباط جديد، بيها تطبيق على المفردات والمصاديق بس، عادة ما بيها استنباط جديد. ولا لو كان أكو فرد نكتة كلية وجهة كلية راح تلحق بالرسالة، هذا شغلنا وإحنا نعرف، هاي يصير مستجدات أحسنتم، هذا بعد واضح يلحق بالرسالة، هذا يصير شلون تبصره بالقانون وملحق تعديل. لكن شنو هو بالتطبيق؟ زين الإنسان البسيط العامي، المرأة البسيطة نصف الأمية، مرأة نصف أمية، تجي عندها مسألة شرعية، تسأل طالبة الحوزة مدرسة الحوزة، تسأل عن حكم من الأحكام، من هاي ذيك تريد تجاوبها، يعني لازم تطبق، يعني
قم بعملية تطبيق. المن تطبيق للرسالة اللي هي دارستها زين وفاهمتها وما أخذ بيها درجة كاملة. لكن من أخذ الدرجة كاملة هل معنى ذلك أنه هذا كفاها أن هي تجاوب مباشرة؟ لو تحتاج ماذا؟ تحتاج أن تتمرن كيف تطبق. فهي إذا ما راجعت هذا الأمر ولا علموها مدرسيها وأساتذتها ومدرسات، هي خلي تراجع. مو هي دارسة مثلا باب التشهد، باب التطهير، ماء الغسالة، باب حقوق الزوج، هاش قد أكو أسئلة عن هذا الموضوع، النشوز إلى آخره، هذه الأبواب مدارستهن، فاهمة هي القوانين والقواعد والرسائل والكبريات الكلية الفتوائية الفقهية، فاهمتها. بس شلون تطبقها على الأسئلة الجزئية اللي هي من واقع حياة الناس؟ بعض الحين يصير عندها اشتباه، فشلون تقدر تجاوب إذا هي ما متأكدة؟ ما حق الله على العباد؟ هكذا ورد في النصوص الشريفة، قال أن يقولوا ما يعلمون وأن يقفوا عند ما لا يعلمون. زين هل معنى ذلك نقول لا هي صعبة مسألة بيان الفتاوى صعبة، احنا ما لنا خلق خاف يصير علينا إشكال شرعي نترك؟ زين هو زين هو إذا واحد يترك بيان الفتاوى والناس تحتاجه وهو متعلم يجوز؟ وهم ما تقدم يجوز، فإذا ماكو بعد مخلص. احنا ما دام ركبنا بالسفينة خلينا نأدي حقها، وما دام الله سبحانه وتعالى كتبنا من طلاب العلم خلينا نقوم بالقضية بما نستطيع، نتعلم على الموضوع تماما، نأدي حقه تماما، ولو بأنه نتحفظ نراجع نسأل نراجع من هو عارف إلى آخره، حتى نحل مشاكل الناس ونوقف ويا الناس في تعليمهم معالم دينهم دينهم على هذا الأساس. هي القضية مو قضية شهادة وخريجين احنا معهد لو جامعة وصار لنا حق التوظيف. ترى احنا واحدة من أسباب الضعف العلمي عندنا في الدراسات الأكاديمية أن الذين يدرسون لا يهتمون أن يتعلموا وإنما يريدون أن يتخرجوا، يريدون أن يأخذوا الشهادة لأنها تسوي لهم زيادة في الراتب، تعطيهم مخصصات إضافية. ولا لو كان يردون يتعلمون حقيقة كان البلد صار بيه طفرة نهضة عظمى. على الأقل إحنا خلينا نحقق هذه الحالة في أوساطنا الحوزوية. كان الله في عونكم، أعاننا الله وإياكم على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، وإن شاء الله ببركة الزهراء الجميع حتى اللي هو يعاني من ضعف يأخذ قوته من الزهراء، يأخذ شفاعته من الزهراء، وتتيسر السبل لكم وأن تكونوا منارات لخدمة المؤمنين في كل حين إن شاء الله، كمثل شجرة مباركة تؤتي أكلها إن شاء الله في كل حين بإذن ربها. ومبارك لكم هذا التخرج، ومبارك لكم هذا التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من توفيقاتكم وتوفيقات الأخوة الكرام والأخوات الكريمات اللي كان لهم دور أساسي في تنشئة هذا الجيل اللي هو إن شاء الله بالمستقبل يتحمل مسؤولية إدامة هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.